مشكلة دابا طاحت واحد المشكل كبير وليت كنفكر في الانتحار. واحد المشكل كبير من هذاك ومابقيتش عارفة نخرج من هذا المشكل. واش هذا مرض فيا ولا الناس ولاو بولاد كيضيقوني وما عرفتش. واخا قول لي شنو حكي لنا من الأول باش نفهموا شوية. كنت في الأول غايت واحد الفيس كتحيدتو بخطرة وفي شهر 6 في شعبان درت واحد الفيس جديد خليت راجلي تمشى للبحر. باش يفهموا الناس يعني درتي حساب جديد في الفيسبوك. الفيس هو درت فيس جديد صافي انا خدمته تصور خدمته بساعة المكانة غاد واحد صيفط لي ليفيتاسيون من العراق هو عراقي وساكن في اسطنبول ستوكيا دخلتو عندي قبلته دخلتو حتى اصلا راجلي ما كيعرفش كاع بانني عندي فيس عارف عندي واتساب صافي بحال المرة الأولى دخلتو عندي بقى كيهضر معايا قال لي شنو قلت له قال لي نهضرو كاميرا فتحت كاميرا كنهضر حتى انا واخا عندي 28 عام قلت شي واحد عندي 20 عام كيف يقني ما بيناش عليا كاع كان عندي 28 وبيان سور من غتقول لهم 20 عام يعني ديما مزوجة ما حتى شي حاجة كيفيقوني كنقول قلت له 20 عام عندي تيقني قلت له انا مزوجة تيقني صافي بقينا كنهضرو فيديو قال لي انا من كردستان العراق كردي وانا عايش في اسطنبول على حسب الحرب وداك المشاكل ما فهمتش كاع العراق نهائيا بقينا كنهضرو قال لي تجي عندي لتركيا قلت له ما نقدرش نجي راه انا فقيره وما عنديش فلوس وخدامه انا وما عايشين بقيت كنختار عليه قصص في يدي محتاجني الفلوس صيفط لي 5000 درهم تصور معايا باش هذاك النهار صيفط لي 5000 درهم تصور فكاش قبضتهم بقينا كنهضرو شي شهرين حتى فات العيد الكبير جا راجلي في العيد الكبير دوز اسبوع رجع غير باش يفهموا المستمعين هو نفس الاشكال اللي كنتي حكيتي لنا عليه العام اللي فات هو انك تديري دي كونت فيسبوك وتتواصلي مع الناس في العالم كامل وتيصيفطوا لك الفلوس وانت في المغرب كنت تكلمتي على شي قصه ديال شي مهندس من فاس ياك عقلت بس هذا المشكلة هذا عراقي يعني مش مغربي عراقي صافي صيفط لي 5000 درهم قلت لها انا وماما وانا كوافوره وخدام على ماما وما عندي لا بابا لا خوتي حتى واحد انا بوحدي صافي صيفط لي 5000 درهم خليتها في هذا رمضان شهر 7 مشى راجلي دوز رمضان ومشى دوز العيد رمضان شويه جاتني في العيد الكبير دوز ثاني العيد الكبير مشى المهم من ورا العيد الكبير بربع ايام بالضبط بربع ايام اتصل بيا قال لي غنجي عندك من انت ما قادرش تجي قلت له ودي ما نقدرش نجي انا ما عنديش حتى جواز سفر حتى الباسبور ما عنديش قال لي غنجي انا جا فعلا جا نطلع اتفقنا واحد نلقى في عند الصالون خدامه عندي في الصالون وشينا كلينا فيلا فرشة 1000 درهم في احسن احياء مدينه داك الشيء اللي درتي للسيد ديال فاس نفس الامر كريتها غير بفلوس وغير بفلوس اللي كريت فيلا 48 ساعه 1000 درهم جا عندنا قال لي الفيلا قلت له دير واحد خالي عاطيها لينا ساكن فيها حنا ما فحالناش واحد خالي في برا وعاطينا الدار في فيلا صافي جا عندنا دخل جلس وخد الوطيل كي دار في الوطيل حيت شاد 15 يوم خديتي ولبستي صافي وهذيك السيده على اساس ماما ديك السيده كبيره عندها 55 عام على اساس ماما صافي جا خطب درنا قال لك موفير نديرو خطوبه درنا خطوبه تصور بالجوق وبالكاميرا وشدو لنا سيدي وتصور درنا خدمنا هذاك الشيء والراجل في البحر وليداتك فين خليتيهم؟ داري كيبقى واحد كاين واحد بنت خالتي كيلقاو هما في البريفي كتجيبهم سيارة التعليم كيدخلوا عند هذيك بنت خالتي اللي كاينه تما اصلا بنت خالتي كتعرف كلشي القصة صافي جا كيصرف عليا خدا لي خاتم الحوايج عطاني باش ندوز البيرمي قلت له ما عنديش بيرمي خلى لي والرجل المغربي الاخر ديال فاس قلتي لي هو اللي قاد لك الصالون الحلاقة صافي بقى بشاب شاب هذا بقى كنهضروا فيديو كل نهار كي صيفط ليا المشكل اللي عنده تصاور عنده سيدي تصور سيدي شجناه هنايا قدام معاه عنده بزاف الحوايج كيف صيفط ليا فلوس وفكاش يعني عنده روسيات ديال ويسترن يونيون كي صيفط ليا كل مره فلوس اي حاجه في قلت له شحال كيصيفط لي صيفط 10000 درهم 5000 درهم 8000 درهم اي مبلغ قلتو غير البارح صيفط لي 5000 درهم هذا الشيء باقي مستمر ليومنا هذا مستمر لحد الساعه هضر معايا تصور من عيطوا لي صاحب الاذاعه قبل من شويه كيصوني كنجد عليه في الواتساب كيعيط لي مره فيسبوك مره الواتساب صافي ما بقيتش عارفه شنو هو المشكله شنو كيفاش غادي تنخرج منها وما استفتيش يا فاتحه ما استفتيش ومع العلم انني عطيت الموضوع ديالك واحد الاهميه واش سمعتي الجواب ديالي كنت كاع مشيت عند واحد الطبيب نفساني تدرت مع راندي فوا وثاني ما مشيتش ما بقيتش مشيت في اكادير درتي نفس الخطا ما عرفتش شنو غندير مشكل لو سلكتي منه بمشقة الانفس بمشقة تصور شحال من مرة جا قلب عليا في اكادير وما لقانيش وتصور هذا موفير قال لك نضرب نتزوجوا دابا مشى لكردستان وجمع الوراق
قالك بغيت نصحو، قال لي انت خصك الوراق تاعك تصيفطي وما يمكنش نصيفط حتى انا كاذب عليه. قلت لها انا عندي 20 عام. ما غنلوموش، هو لانه هو راه غادي معك بالنيه، لانه ماشي غيمشي حتى لكردستان، هذا الا كانوا عنده الوراق ديالهم في المريخ غيمشي يجيبهم، لانه باغي يتزوج. يعني راه جا وعرف شنو هي المسطره اللي كاينه في المغرب ديال انه يتزوج مغربيه وشنو الاوراق اللي خصو يمشي، ومشى مسكين تاع لكردستان يجيبهم. تاع لكردستان وجاب الوراق، وقال لي صافي انت شفت لي الوراق باش نمسحهم من المحكمه هنا باش تسابق عليهم باش وباش نتزوجوا نعيشوا في تركيا. لاباس عليه هو عايش في تركيا وكردي، ماشي عراقي، من كردستان، ما يعرفش كاع بزاف العربيه كردي. ماشي باش كتواصلي معاه، ما كيعرفش يهضر بالعربيه، واش كتواصلي معاه؟ كيخربق، هضرت شويه كيهضر بالعربيه مخربقه، تصور راجلي عيط لي قبيله وكنسى، كنبقى نقول شلونك هذا، قال لي انا هضرتك تبدلت، حيت بقيت مع هذيك الحكي تاع شلونك كيفك الهضره ديالهم. عرفتي ما لقيت عارفه شنو غادي نخرج من هذه المشكله هذه، كيفاش غندير تنخرج منها. والمشكله دابا الا كاع بغيت نقلب عليها نبدل، راه عنده فيديو، عنده سيديات، عنده بزاف حاجات، يعني عنده تصاور، عنده بزاف ديال الحاجات. لانه انت لعبتي دور، انت مثلتي مسرحيه.